بسم الله الرحمن الرحيم. مع النوع الثاني من ترومبات الدايفرام اللي هو الدبل دايفرام، لكن اللي بيشتغل بالهواء كمان. احنا لسه ما زلنا في الانواع اللي بتشتغل بالهواء. عندنا هنا الدبل دايفرام، طبعا الشكل اللي قدامنا ده ناس كتير جدا مننا شافوه قبل كده وعارفينه. تعال ندخل جوه نشوف ايه الموضوع. الدبل دايفرام بيبقى عندنا فيه دايفرام في اليمين وفي الشمال، واحد تاني في الشمال عكس بعض، وعندنا بلف هواء، و بيبقى السكتين مجموعين على فلانشة سحب وفلانشة طرد واحدة. تعالوا نشوف الفكرة ازاي. زي ما قلنا المميز جدا في الترمبات الترددية لازم يبقى عندي تشيك فالف على السحب وتشيك فالف على الطرد. فلو ركزنا هنا هنلاقي عندنا من ناحية اليمين في عندنا تشيك فالف سحب واحد طرد، والناحية التانية زيهم يبقى عندنا ده وكأنها دبل ستروك دايفرام. نلاحظ ان عندنا على اليمين في دايفرام وعلى الشمال في دايفرام برضو، يبقى الاتنين بيشتغلوا، واحد سحب بيبقى عكسه في الوقت ده، في نفس الوقت ده بيبقى فيه طرد. طب ايه اللي يخلي البيستون ده يفضل رايح جاي كده في الاتجاه ده؟ لو لاحظنا هنلاقي اللي بالاحمر ده هوا، مره بيروح ناحيه اليمين ومره بيروح ناحيه الشمال عشان يشتغل يزق الدايفرام، في مره في اليمين ومره في الشمال. عشان نفهم الفكره نشوف الفيديو اللي فات. طيب يبقى معنى كده ان احنا عندنا في الحاله دي في حاجه بتوزع الهواء يمين وشمال. ايه ده؟ ده بلف الهواء بقى، وده هو قلب الترومبه دي. البلف ده لو اشتغل كويس الترومبه دي اشتغل كويس، لو علق او لو في عدم انتظام في الحركه الترومبه دي ما تشتغلش خالص. طيب ادي الهواء، الهواء بتاعنا هيدخل على الناحيه اليمين فيشغل الدفرام اللي في اليمين، او على الشمال فيشغل الدفرام اللي على الشمال، وبيشتغل بكده بالتبادل. تعالوا نشوف كده. لو عندنا زي ما احنا شايفين ادي الهواء بتاعنا اهو، ادي السحب بتاعنا. في الحالة اللي الناحية اليمين هتبقى فيها سحب هيبقى الناحية الشمال هتبقى طرد. طيب لو ده الهواء بتاعنا هيجي يدخل بلف الهواء هيوجهه على الناحية الشمال فيزق الدايفرام، فيبقى المشوار ناحية الشمال ده مشوار طرد. طب والناحية اليمين هتبقى ايه؟ لا ده هتبقى مشوار سحب. فلازم الهواء اللي في ظهر الدايفرام ده يحصل له ايه؟ لازم يحصل له عملية فنت، لازم نطلعه على الجو. يبقى بلف الهواء بتاعنا وظيفته ان يرمي ده الهواء المضغوط في اتجاه ويفنت الاتجاه التاني. تعالوا نشوف بقى الحالتين، مشوار سحب ومشوار طرد. زي ما شفنا اهو ادي الهواء المضغوط مرة هيروح اليمين زي ما احنا شايفين ومرة الشمال، يبقى الاتجاهين التانيين هيبقى مرة هنا فنت ومرة التانية هنا فنت عكس بعض. يبقى الدايفرام ده بيشتغل عكس بعض الاتنين، مرة سحب ومرة طرد. اللي بيتحكم في القصة دي بلف الهواء. تعالوا نشوف تاني. ادي لو عندنا الهواء بتاعنا اهو هيدخل جوه بلف الهواء وبعدين يرميه في الناحية الشمال. في اللحظة اللي بتبقى الناحية اليمين فيها سحب هيبقى الناحية اللي فيها دخل عليها الهواء هي مشوار الطرد. تعالوا نشوف بقى الشكل من جوه كده. لو عندنا ادي دايفرامين بتوعنا هم راكبين على بيستون واحد، وفي عندنا ادي بلف الهواء بتاعنا اللي بيوزع اهو، ادي الهواء بلف الهواء بتاعنا اهو. الهواء هيبقى جايله من الخرطوم اللي احنا حاطينه من بره، يبدأ الهواء يخش في الاتجاه ده يزق الدايفرام، يبقى ده مشوار الطرد. طب والحالة التانية الدايفرام التاني هيبقى غصب عنه في مشوار سحب، يبقى لازم افنت الهواء اللي في ظهره. افنته ازاي؟ لو نلاحظ هنلاحظ اهو يطلع من هنا على بره، يبقى ده مشوار السحب بتاعه. ايه بلف الهواء ده؟ بلف الهواء ده هو البستون اللي قدامنا، الحتتين دول بيبقى مقفول عليهم وبيتحركوا جوه بعض، هنعرف ازاي ان شاء الله. طيب اهي من قريب ادي في بستون صغير اهو بيتحرك جوه الاسطوانه دي يمين وشمال، فيحدف الهواء في الاتجاه اليمين او الشمال بالظبط، حركه تردديه. تعالوا نبص كده. لو عندنا ده بلف، ده البايلوت بتاعنا، ده اللي بيقول ان الدايفرام وصل اخر مشوار ولا لا. لو نلاحظ ان الدايفرام في نهايه مشوار السحب بيبدا يضرب الدراع ده، فالدراع ده يغير اتجاه الهواء ويدي اشاره لبلف الهواء نفسه انه يغير الهواء اللي داخل يمين او شمال. يبقى هنا احنا متحكمين في مشوار الترومبه عن طريق حاجتين، البايلوت وعن طريق بلف الهواء اللي هو الاير فالف اللي فوق اللي بيغير اتجاه الهواء المضغوط، فيقوم يرمي الهواء في مره على الهواء المضغوط السكه ومره يعملها على الفنت عند نفس الدايفرام، وبيبقوا الاتنين عكس بعض زي ما احنا شايفينها كده. نشوفها مجسمه. ادي
البايلوت بتاعنا اهو اللي احنا لسه شايفينه كان بيتحرك من شوية، اللي احنا شايفينه بيتحرك ده اللي هو البايلوت. تعال نشوفه هنا اهو، هو ده البايلوت. طب وده بلف الهواء بتاعنا، اه هو ده. يبقوا الاتنين لهم علاقة جامدة جدا ببعض، لو واحد فيهم علق الترومبة دي مش هتدفع، هتسمعها ما بتتحركش، لان هي لها صوت مميز قوي، تك 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 تك، الصوت ده هيختفي ومش هيبقى موجود. دي الاجزاء بتاعتها زي ما قلنا، واهمها هو الدايفرام. عندنا الدايفرام، عندنا بلف الهواء، عندنا البيستون، هي دي اهم شيء فيها. طبعا الاربعه تشيك فالف بتوعنا كلنا عرفناهم خلاص من الطنبات اللي فاتت كلها وتعرفنا عليهم. تعالوا نبص كده الانيميشن بتاعها. لو لاحظنا اهو الاصفر ده اللي هو الفلويد اللي بتدفعه الطرمبه، والاخضر والبرتقاني ده مره هواء الفنت ومره الهواء المضغوط. لو نلاحظ ان على نفس الدايفرام مره بيبقى وراه اخضر ومره بيبقى وراه برتقاني، ايه ده؟ ده مره هواء مضغوط ومره بيفنت الهواء اللي موجود عنده. طب وايه اللي بيتحرك في النص ده؟ ده بلف الهواء زي ما قلنا عليه، ده بلف الهواء اللي بيتحكم في توجيه الهواء مره يمين ومره شمال. هنا عندنا في بلف هواء واحد وبايلوت واحد. تعال نشوف الترومبة التانية دي، عندنا اتنين بايلوت واتنين بلف هواء كمان زي ما احنا شايفين اهو، اتنين فوق بعض، لكن هو بيستون واحد راكب عليه الدايفرامين برضو. كده احنا اتكلمنا على الترومبات اللي بتشتغل بالهواء. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم على الميكانيكا. تعالوا نبص برضو في الانيميشن ده اهو، زي ما احنا شايفين اللون ورا الدايفرام مره بيبقى احمر ومره بيبقى اصفر، ايه ده؟ مره الهواء المضغوط ومره الهواء الفنت. وزي ما احنا شايفين ان اللي بيتحكم في القصه دي كلها بلف الهواء اللي فوق الدايفرام، وادي البايلوت بتاعنا اهو، وادي بلف الهواء. هما دول البايلوت وبلف الهواء هو اللي بيتحكم في اداء الترومبه دي، وبيبين هل هي بتشتغل بكفاءه او بتبقى كفاءتها واقعه او مش قويه. اللي هو ايه؟ عشان كده اول ما الاقي الترومبه دي ما بتشتغلش، ملهاش صوت، صوتها اختفى، افتح على طول ابص على البايلوت وبلف والاير فالف، الاثنين دول هما اللي بيبقى فيهم مشاكل. دايما بيبقى فيهم اورنج مقطوع، او بيبقى فيهم الهواء اللي دخلهم مش نظيف، نتيجه اللي قلناها في الفيديو اللي فات. لازم يبقى عندي حاجه تشيل الرطوبه، ويبقى عندي حاجه تحط نقطه زيت في اتجاه الهواء باستمرار. ان شاء الله المره الفيديو اللي جاي نتكلم على الميكانيكال.